طالبة هداية اسماعيل دادر بتخصص علاج نطق ومشاكل الكلام، حاصلة على امتياز مع مرتبة الشرف. بهدي نجاحي لأهلي ولمدرسية ولزوجي أهم إشي. كمان كان بصراحة الحفل كتير كتير رائع، الحمد لله انبسطنا، وبتمنى كمان نشوف بنتي. أنا خالد عمر جمال قاروط من كلية جامعية للعلوم التطبيقية، اختصاص نظم أعمال جغرافية. أشكر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ومجلس طلاب الكلية الجامعية على هذا اللقاء وهذا الحفل، وأشكر كل من درسنا وفي هذه الكلية، منهم الدكتور تامر الشتاوي والمهندس أيمن نصار والمهندس شارك حيل والمهندس حمام أبو دراز والمهندس محمد أبو حصيرة وغيرهم من المهندسين. طالبة منيا حرب الشرفة تخصص علاقات عامة وإعلام، أنا اليوم امتياز، بهدي امتيازي للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، لكل الأساتذة اللي درسوني والمدرسات، أكيد بهدي لبابا وماما وزوجي وابني، وهذا أسعد يوم بحياتي يوم ما أنا أجيب امتياز.